حياكم الله أينما كنتم، أهلا بكم مجددا في حلقة تبدأ معكم الآن من برنامج متداول. فيه بالتأكيد تابعنا أبرز وأهم الأحداث التي لاقت رواجا وتداولا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة على المستوى المحلي والعربي والدولي أيضا. دعوني بداية أنوه عن بعض من تلك الأحداث والقصص من خلال المرور على عناوينها. إجبار مواطن على الاعتراف بقتل زوجته والصدمة أنها حية. طالب عراقي ينقذ زميلته الروسية من موت محقق. فتاة تنتقد فضول موظفي استعلامات المستشفيات العراقية. ولبناني يتنكر بزي امرأة للحصول على الوقود. الصورة التي سترونها بعد قليل أمامكم كانت الأكثر تداولاً ورواجاً بين الناشطين هذا اليوم ويوم أمس أيضاً. هذه هي الصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن يتأمل هذه الصورة جيداً قد لا يجد فيها شيئاً مميزاً وملفتاً للنظر، لكن بعد أن نسمع قصتها سيكون لنا رأي مختلف تماماً. والقصة كالتالي: الصورة تعود لمراسيم استقبال شاب عراقي كان معتقلا في إحدى سجون العراق، حيث ألقي القبض عليه بعد أيام من اختفاء زوجته. فبعدما توجه إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ الاختفاء حدث ما لم يكن في حسبان الزوج، إذ فوجئ بإلقاء القبض عليه وإجباره على الاعتراف بقتل زوجته خنقا ومن ثم حرقا ثم رمي جثتها في النهر. وهنا أبلغ الرجل عن حادث اختفاء زوجته، أخذ مجرى آخر لم يكن في الحسبان، فالرجل زج به في السجن بعد عرضه على القضاء العراقي وحكم على فعلته التي لم يرتكبها أساسا. لكن ما أن مضت أيام فقط حتى فوجئ الجميع بعودة الزوجة التي من المفترض أن تكون أنها ميتة وقتلت وحرقت، عادت مجددا إلى الحياة. وهنا أثيرت شكوك كثيرة وتساؤلات عن حقيقة اعتراف الزوج بقتل زوجته، وما هو السبب الذي دفعه للاعتراف بشيء لم يرتكبه ولم يفعله. دعونا نشاهد معا لحظة كشف الدلالة عن جريمة القتل هذه الغريبة وكيف اعترف الرجل بفعلته، وللقصة بقية. طلعنا للزيارة ورا ما زرنا ورجعنا، ناب رجعت أخذتها على طريق مقطوع على الفرات، قتلتها استاذ خنق وذبيتها من السياره وحرقتها والنب رجع شمرتها بالشط. لا هذا الكلام مو هالشكل، احنا كشف دلاله هسه طالعين وياك، احكي لنا من اول ما اجيت شلون هسه السيد اللواء راح يبدو ياكل. احكي لنا التفاصيل، شلون رحتوا للزياره، شلون اجيتوا، شلون رحت للبيت، بعدين هاي التفاصيل احكيها. شلون ما حكيت لنا هذا؟ احنا كشف دلاله نريد نشوف واقع الحال شلون صار شغلة القتل. نعم استاذ، خلت رحنا للزيارة زرنا وكملنا ورجعنا. رجعنا للبيت، وورا ما رجعنا للبيت شوية ورجعنا طلعنا قلت لهم راح أروح أجيب علاج وأروح للزيارة أجيب غراض أكون نسيناهم بالزيارة. رجعنا طلعنا على طريق مقطوع بالبرقة، خليتها هناك قتلتها استاذ. وورا ما قتلتها نزلتها من السيارة. مقتولة بلا جثة وقاتل بلا جريمة، ومسرح الواقعة هذه في بابل. فضيحة هزت الرأي العام في العراق ومنصات التواصل الاجتماعي بعد أن تبين أن الجريمة بأكملها كانت مجرد خدعة وتشهير. فالزوجة غابت بالفعل عن المنزل لكنها لم تقتل، والزوج بريء من دمها. وما أجبره على الاعتراف بالجرم هو التعذيب، وإن إفادته تلك أخذت منه بالإكراه. وهنا ولدى انتشار الحادثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى انتفض الشارع العراقي دفاعا وتعاطفا مع الزوج البريء، وطالبوا وزارة الداخلية بالتوضيح، والسيد مصطفى الكاظمي أيضا طالبوه بمعاقبة قاضي التحقيق والضباط وكل من أشرف على هذه القضية. وهناك من ذكر إن الخطأ فردي ولا يعمم، وبالتأكيد سيكون للأمن دور كبير في إحقاق العدالة. ونبدأ تلك التعليقات والتغريدات وردود الأفعال حول هذه الحادثة الغريبة مع تعليق لحازم غانم. ماذا يقول حازم؟ يقول حازم: بداية حمد لله على سلامته، وكلنا نطالب السيد الكاظمي بمحاكمة الجهة التحقيقية من شرطة
وقاضي تحقيق وفق القانون، يعني بشرفكم ما خفتوا من الله محمد؟ ليش مو حرام شهرتوا بالرجال واتهمتوه وعذبتوه وهو كل شيء ما مسوي؟ تعليق آخر أيضا من أوسكار يقول: أوسكار، أي جبروت وأي قساوة وانعدام أخلاق تحمله هذه؟ وأي محقق وقاض ظالمين جاهلين تولى قضيته؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تعليق آخر أيضا من خالد كريم يقول: خالد، والله لو أنا بمكانين أمسك الزوجة وشبعها كتل بقد الكتل اللي هو أكله وطلقها، وبعدين الأفندية وين انهزمت؟ وشنو استفادت؟ بس خربت بيتها وخسرت زوجها وفضحت العشيرة كلها، ما أعرف شبيهن النسوان تخبلن. تعليق آخر من برهان بسام يقول: برهان، لعد شكو أو لعد شقد أكو بالسجون من مظاليم وناس أبرياء مسجونين ويا المجرمين، المفروض الزوجة تحاسب حساب شديد لما سببته من أذية للزوج المظلوم، وتحاسب لجنة التحقيق بسبب كذبهم، كما يجب استقالة المذيع اللي عامل نفسه محقق كونان ويشهر بالناس. بعد الضجة الكبيرة والفضيحة المتعلقة بقضية اعتقال رجل بريء واتهامه بأنه قاتل زوجته، وردت معلومات جديدة في السوشيال ميديا متداولة، هي تلك المعلومات عن قيام شرطة بابل باتخاذ إجراءات بحق الضابط القائم بالتحقيق عبر تدخل القضاء لمعرفة حقيقة وملابسات القضية، وما إذا كان هناك تعذيب أثناء التحقيق بحق هذا المواطن الذي اعترف على قتل زوجته التي لم يقتلها أساساً. تناقلت وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الحدث الأبرز الذي تصدر المواقع الإلكترونية لقصة شاب عراقي اسمه عبد الله عبيد، وهو طالب في جامعة بيرم الروسية، قام بحماية زميلته من موت محقق بإلقاء نفسه أمامها حتى لا تصاب بأذى جراء إطلاق النار عليها من قبل مسلح مجهول. فما هي القصة وكيف حدث هذا؟ بدأ وكأنه يوم عادي، حيث كان الطلبة يأخذون حصصهم الدراسية في الجامعة، حتى ظهر مسلح مجهول في الحديقة الخارجية للجامعة يرتدي خوذة ويحمل سلاحا وهو يتحضر لاقتحام الحرم الجامعي، حيث كان يلقم سلاحا بحوزته. الموقف هذا أثار الرعب بين الطلبة عندما علموا بأن شخصا مسلحا يتقدم نحوهم وينوي استهداف الطلبة وقتلهم، فدبت الفوضى وهرع الجميع للهروب، وألقي العشرات أو ألقى العشرات بأنفسهم من نوافذ المبنى من الطابق الأول وهربوا، عدا الطالب العراقي الذي قرر التضحية بنفسه لإنقاذ زميلته في موقف شجاع وعمل بطولي. Винта звонить нет? Бля. Съемки. Потом все тихо и нахуй никуда не выходим. Отойдите, блядь. Да-да-да, я видел. Блядь, слышим, упрыгиваю, блядь. الهجوم الذي استهدف الطلبة في جامعة بيرم الروسية تسبب بمقتل 8 أشخاص وجرح آخرين، واتضح فيما بعد أن القاتل هو طالب في الجامعة نفسها وهو مهووس بالأسلحة. وأيضا تداولت وسائل إعلام روسية صورة للطالب العراقي تبدو عليه أثار الجروح نتيجة الإصابة بطلق ناري، فيما لم ترد معلومات عن حالته الصحية أو إن كان مصابا بإصابة خطرة، فيما تم اعتقال منفذ الهجوم بعد إصابته الذي كتب على حسابه على حساب تابع له أن الهجوم ليس إرهابيا وأنه ليس متدينا ولا ينتمي لحزب سياسي أو منظمة متطرفة، كما قال القاتل أنه نفذ كل شيء بمفرده،
في حين انهالت التعليقات وعبارات الثناء والإعجاب بموقف الطالب العراقي الذي قرر إنقاذ الفتاة من موت محقق. وهناك عدد من التعليقات اخترنا لكم بعضا منها، والبداية مع تعليق الدكتور ليث الصائغ. يقول الدكتور ليث عن موقف الطالب العراقي من زميلته: الله يشافيها ويعافيها يا رب، العراقي مشهودت له الغيرة بكل مكان، وأنا متأكد أنه هذا البطل كان سوى اللي سواه ويا أي واحد حتى يحمي، مو بالضرورة بنيا مثل هيش تصرف يكون لا إرادي يسويه الإنسان بناء على اللي بداخله أساسا من أخلاق وغيرة. تعليق من رياض أحمد يقول: رياض، للي ما يعرف في الدول المتقدمة اللي بيها قوانين ماكو شيء اسمه يتدخل فلان أو عنده غيرة أو ما شاكل. ليش؟ لأن أكو أجهزة أمنية، هذا واجبها مو واجب المواطن، وخاصة في مسائل العصابات وإطلاق النار وما شاكل. هو الأخ مسوي نفسه بطل فيلم ويتهوبز فأكلها. تعليق آخر من أحمد حسن يقول: أحمد حسن الربيعي، أبو الغيرة بعد لو صاروخ هم يوقف قدامه غير روسية، هسه أم النوب تدق وتلطوم على السواية مالته، هسه أنت شعليك وأقص إيدي؟ إذا بعدين عرفوك أهل البنية أو قدموا لك شكر، هو أنت من يمك صرت دوق فليت وطرت قدام الطلقات. تعليق آخر من خالد سعد كاظم يقول: خالد، لازم نبلغ روسيا أنه البنت اللي حماها وفداها بروحها تنحجز إلى عروسة، وخلاف ذلك لو ندز قوامة لو ننهي عليها. شابة عراقية لم تتمالك غضبها فأرسلت رسالة شديدة اللهجة إلى وزارة الصحة ومسؤوليها تتعلق بموظفي الاستعلامات في بوابة المستشفيات وردهاتها. فما هي قصة تلك الفتاة وشكواها؟ الفتاة وبعد انتكاسة صحية اضطرت للذهاب إلى مستشفى حكومي ببغداد بهدف إجراء تحاليل طبية وتشخيص مرضها، لكن ومع انتقال الفتاة من قسم لآخر تفاجأت بكثرة الأسئلة التي تطرح عليها من قبل موظف الاستعلامات في المستشفى: وين رايحة؟ وين طابة؟ منين جاية؟ شو تسوين؟ شنو هي التحاليل؟ وهكذا. قائمة الأسئلة طويلة، وموظف الاستعلامات بدأ بطرح تلك الأسئلة التي تطول كثيرا وكثيرا ولا نهاية لها على حد وصف تلك الفتاة. لنشاهد ما الذي حدث من موقف مع تلك الفتاة وماذا قالت على ما حصل معها. السلام عليكم عيني. طبعا تنويه بسيط بالنسبة للمستشفيات، أكيد كل مستشفى عندهم موظفين بالباب، زين هما باب خارجي وباب داخلي وباب على الطوارئ وباب غيره وغيره، المهم ما اعرف يعني تخصصاتهم شنو بالضبط. يعني صدقوني المراجع اللي يجي لعدة تحاليل، اوكي، لعدة تحاليل والمريض كلش يعني تعبان يدوخ من كثر الاسئلة مالتهم. يعني هو شخص موظف يم الباب يسألك وين رايح وين جاي وشنو عندك، يعني انا جاي المستشفى مثلا شنو عندي، غير عندي تحاليل، اقول له تحاليل شنو، ادري انت دكتور حتى تعرف تحاليل شنو، انت دكتور، يعني الاسئله الزايده ترى ما لها داعي. يعني اتمنى اللي من الجهات المعنيه اللي خاصه بالمستشفيات او وزاره الصحه يعني يطلعون لهذا الموضوع. إذن السيدة انتقدت ما أسمته بفضول موظفي الاستعلامات في المستشفيات العراقية، وتساءلت ما سبب كثرة أسئلة موظفي الاستعلام حتى بات يتدخل في نوعية التحاليل الطبية وكأنه هو الطبيب وليس بموظف عادي. طبعا الفيديو المصور انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي وحاز على ردود العراقيين، ردود أفعالهم في منصات التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد لكلام الفتاة وهناك آراء أخرى متناقضة لاتهامها موظفي الاستعلامات بما تفضلت به. دعونا نقرأ لكم بعضا من ردود الأفعال، والبداية مع تعليق لبشير الزيدي. يقول بشير: أي دائرة من دوائر الدولة بالعراق عند مراجعتها لأبسط معاملة يتم إذلال المواطن بطريقة شنيعة، وكأنهم ليسوا موظفي خدمة عامة مهنتهم تقديم الخدمة للمواطن وإنما أسياد. هذا موظف استعلامات وشايل خشمة، لعد المدير شي يسوي. تعليق آخر من علي الكعبي يقول: علي، غير يريد يوجهش حتى ترحين على فلان دكتور، هو من اسمه موظف استعلامات بت الأوادم، مش دعوة ناشرت لش مقطع وراسش دايخ على شنو؟ والله أمركم عجيب، هاي فوق الزيانية هيش تنتقدين الموظف الحريص بعمله. تعليق آخر من مهند الجابري يقول: مهند، والله عمي حقك من باب الاستعلامات
تقول له زيارة يقول لك إلمن وش اسم مريضك وبياردها شكو عمي شو تحس؟ ش هالفضول هذا؟ مع الأسف على بعض الموظفين يحتاجون دورة تثقيف وكيفية احترام المواطن. تعليق آخر من أحمد البصري يقول أحمد والله حقهم إذا هيك جمال قدامهم أني لو بمكانهم كل سؤال عيد عليك ألف مرة في سبيل أبقى آخذ خيرة من هذا الوجه. تعبانة ومالي خلق ومو بس أنت الوحيد عندك مريض بالمستشفى. عبارات استفزت مواطن عراقي بعدما طلب من إحدى الطبيبات اللواتي يعملن في مستشفى النجف أن تتقرب نحو مريضة لفحصه ولمعرفة ما الشيء الذي يؤلمه، لكن على ما يبدو أن الطبيبة كانت منزعجة من أمر ما أو متعبة حينها لتتفوه بهذه العبارات التي أثارت غضب المواطن. وليس هذا فقط، بل نقص العلاجات في الصيدلية الخاصة بالمستشفى ومطالبته بشراء دواء لمريضه، إضافة إلى غرفة مريضه التي بدت غير نظيفة، هذا كله أثار جنون هذا الشاب. فالأمر ليس بالغريب، لكنه أراد أن يوثق حال مستشفى الصدر في النجف ومعاناته بواسطة كاميرا الهاتف المحمول الذي بحوزته. هذا حال مستشفى الصدر في النجف الأشرف، صوند مال مغذي ما عندهم يطون طونة، هاي مكانها المغذي جبناه من برا، هذا العلاج جبناه من برا، كل شيء ما عندهم. شوف حتى طبلة ما عندهم مثل المستشفيات. اعطونا ورقة سجلوا العلاج وسجلوا الاسم، قالوا لنا هي طبلة، ماكو طبلات، خلصنا طبلات. اما بالنسبة للنظافة شوفت عينكم، كل نظافة ماكو، خدمات ماكو. دكتورة حاجية قلت شوفوا ان المريضة تصيح والله تعبانة، والله ما دخلك، والله مو بس انت، اكو هاي غيرك مرضى وعلى هالمنوال. شوفت عينكم حاجية تقول لي احكي عادل دكتورة بالمستشفى مال الصدر، هاي وضعيتهم. طبعا هو ادعى ان الممرضة تحدثت معه بالطريقة التي تحدث بها هو، ولم تظهر الممرضة بنفسها عن ما قالته. إذن تبقى حتى اللحظة أن ما تحدث به غير مؤكد، لأنه ادعى في مقطع الفيديو. طبعا هذا المقطع المصور تناقله ناشطون في منصات التواصل الاجتماعي ولقى عدد كبير من الكومنتات، رصدنا لكم جانبا منها. وهناك تعليق لسجى الجبوري تقول سجى في تعليق لها عادي، شنو الغريب بالموضوع، هذا حال العراق بكل مستشفياته ودوائره. يومين بقينا بمستشفى الصدر ماكو علاج وما حد بحال مريضنا، كوم الدكاترة بس يكتبون بورقة وشنو اسم مريضكم ويروحون وتالي علاج نجيبه من برا المستشفى. تعليق آخر أيضا من تراتيل فاطمية تقول ماكو عقوبة محترمة تخليهم يخدمون المواطن بذمة وضمير، بس كرف رواتب وما يشتغلون إلا من وراء خشمهم، عبالك راسقين رزق، والحل تروح للعيادة الخاصة برا ويعاملك بفلوسك، ادفع وتدلل. تعليق آخر أيضا من سورة زكي تقول سورة ألاحظ يحشون على أطباء، ليش هو الطبيب مو حال حالكم؟ يعني تريدون هو يشتري الطبلات لو هو يشتري الدواء، اعتبوا على حكومتكم اللي انتخبتوها واللي وصلتنا لهذا الحال، فشخصوا الخطأ وعالجوه لا بس تنتقدون. تعاني لبنان ومنذ أشهر مضت من أزمة الوقود وشغلت المواطنين وأيضا عقدت حياتهم اليومية في ظل صعوبة الحصول على المحروقات. وعلى الرغم من المساعدات التي ترسل إلى لبنان، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة، وطوابير السيارات تقف طويلا للحصول على عدة لترات من البنزين. ولكن عندما تكون مضطرا وبحاجة ملحة للبنزين، ربما ستفعل المستحيل لتعبئة سيارتك بالوقود، إذ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بفيديو لرجل تنكر بزي امرأة وقصد محطة محروقات في زحلة بعدما خصص يوم لتزويد النساء بالوقود، واضطر هذا الشاب للتنكر بزي امرأة حامل للحصول على مادة البنزين قبل أن يتمكن القيمون على المحطة أو الواقفين هناك من اكتشاف أمر هذا الشاب المتنكر بزي امرأة حامل للحصول على الوقود.
بحسب وسائل إعلام لبنانية محلية، فإن الشاب أقدم على فعلته هذه بالتنكر بزي امرأة حامل ووضع الباروكة على رأسه، كان بهدف المزاح وليس الغش، وأراد أن يتهكم من واقع بلده في ظل استمرار أزمة الوقود المستفحلة في البلد. ولكن هذه الحادثة والموقف الكوميدي أثار ردود أفعال المتابعين عبر محركات البحث على تويتر مرفقة بهاشتاغ زحلة، والكثير من التعليقات، إليكم بعضا منها. وهنا تعليق لأمير إبراهيم الذي علق على حادث تنكر هذا الرجل بزي امرأة، يقول أمير إبراهيم: هاي لو بالعراق شان صوره ورقم السيارة ويشهروه شهيرة الله ويسقطون سمعة السيارة، حالها حال أبو الألنترة اللي على أساس تحرش بالبنية اللي صورته وفضحته. تعليق آخر من حبيب يقول: حبيب والله عيب يلي صاير في البلدان العربية، عيب وعار، حكام لصوص نهبوا خيرات البلاد وتركوا الشعب جوعان، رحمتك يا ربي. تعليق آخر أيضا من علي يقول: علي الطريقة مضحكة وناجحة، ولكن المؤسف هو ما يصير في لبنان الجميلة. تعليق آخر من حداد يقول: حداد محمد أو حديد محمد: لبنان بيروت رغم كل الأزمات وكل الصعاب، شعبها شعب طيب ولا تفارقه الابتسامة. هذا الشعب المثقف الذي له فضل على تدريس وتثقيف أغلب تلامذة الدول العربية وفي مقدمتهم دول الخليج، فردوا له الفضل. أفغانستان تحوي أماكن سياحية عدة ومناظر خلابة، وواحدة منها هي بحيرة حديقة باند إي أمير الوطنية في مدينة باميان وسط أفغانستان، التي كانت نقطة عبور استراتيجية للمسافرين والسياح الدوليين والمحليين. وهي منطقة سياحية جميلة تضم بحيرات زرقاء عميقة وقوارب على شكل بجعات يستقلها السائح للترفيه عن نفسه. في أفغانستان وبعد سيطرة طالبان على الحكم، انتشرت مقاطع فيديو لعناصر من طالبان وهم يلهون في مدن الألعاب ويركبون سيارات المصادمة الكهربائية ليعودوا من جديد، ويظهروا عبر مجموعة صور تظهر مقاتلي تنظيم طالبان وهم يستخدمون القوارب المخصصة للرحلات والنزهات السياحية والترفيهية لفرض سيطرتهم على تلك البحيرة. وانتشرت تلك الصور، وهناك أيضا مقطع فيديوي يوثق ما حدث، لنتابع. وكالات إعلامية عالمية وصحف محلية وعربية ومنصات التواصل تداولت مقاطع الفيديو هذه، وأيضا صور عناصر طالبان وهم يركبون قوارب البجع ويجوبون البحيرة الزرقاء الجميلة بكامل أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة في مظهر أثار ردود الأفعال المتباينة حيال ما حصل. ورصدنا لكم بعضا من التعليقات، وهذا تعليق لمحمد برايندي. يقول محمد برايندي: سيستحلون حياة النعيم والرفاهية ويتركون السلاح ويتخلون على مبادئهم كما حصل لأحد الأحزاب الإسلامية، فيسهل القضاء عليهم. تعليق آخر من حليم راضي يقول: يعني طردوا الاحتلال الأمريكي والروسي وما قبلوا يكون بلدهم محتل، حال حال الدول التي لا حول ولا قوة ولا قرار سيادي بيدها، من حقهم أن يتمتعون بخيرات وجمال طبيعة بلدهم على أن يديرون وطنهم نحو التقدم والازدهار في نظام أو في نظام يسمح بتقبل الآخر ويحفظ حقوق الجميع. تعليق آخر من عبدالله الربيعي يقول: عبدالله ظل البيت المطيرة وطارت بفرد طيرة، العبوا يا عمي براحتكم،
هي امريكا بكيفها، شو تريد يصير بالشرق الاوسط؟ صار لهم 20 سنه بالجبل يقاتلون واليوم يلعبون ويمرحون وسط البحيرات الجميله في مدينه باميان الرائعه، بالعافيه يستاهلون الضلوع. تعليق اخر من شيرزاد عز الدين، يقول شيرزاد: لماذا يصور الاعلام ان الطالبان مجرمين وسفاحين وهم يدافعون عن قضيتهم الوطنيه وانهاء الاحتلال الامريكي لبلدهم؟ على اساس الامريكان ما ارتكبوا مجازر لما احتلوا العراق عام 2003 وصنعوا الارهاب وقتلوا ملايين العراقيين. ثار بركان بجزيرة لابالما الإسبانية بالمحيط الأطلسي، وبعد أسبوع من النشاط الزلزالي المتراكم، ما دفع سلطات البلاد إلى تكثيف عمليات الإجلاء في المنطقة. وتناقلت منصات التواصل ومحطات الإعلام الدولية مقاطع فيديو للحمم البركانية الثائرة جراء ثوران بركان في مدينة لابالما في جزر الكناري الإسبانية، والتي أدت إلى تدمير منازل وإجبار ما يقرب من 5000 مواطن على مغادرة المكان. ودمرت الحمم المنحدرة من بركان كومبري فييخا كل ما مرت به منذ أن اندلعت يوم الأحد الماضي، وإن ما لا يقل عن 20 منزلا قد دفن في إحدى القرى نتيجة زحف تلك الحمم البركانية نحوها. Cumbre Vieja volcano erupted for the first time in 50 years on Sunday the 19th September 2021, preceded by a smaller earthquake in the region. Authorities had been on alert following 22,000 tremors in the week before the eruption. The volcano is situated in the south of La Palma Island. 5,000 people have been evacuated from local villages, including El Paso and Los Llanos de Urane, as the lava flow threatens houses. It has been reported that the lava flow is between 6 and 7 metres high at its peak. Firefighters are being sent to the nearby island of Tenerife to help with the rescue efforts. A local expert stated that 5 holes have been torn in the hillside by the eruption, and it's unknown how long the effects of this eruption will last. There are further concerns of a tsunami being caused by the partial collapse of the volcano into the ocean. Thank you for watching the video. Please like and subscribe to the channel and comment below. I'll be back with another video soon. حدث آخر ثوران للبركان منذ 50 عاما، حيث يقع هذا البركان في جنوبي جزيرة لابالما والتي يسكنها ما يقرب 80,000 نسمة. ورجح خبراء إمكانية وصول الحمم البركانية إلى دول المغرب العربي نظرا لقرب المسافة، إذ تقع الجزر في أقرب نقطة لها على بعد 100 كيلومتر من المغرب، في حين لاقت هذه الكارثة الطبيعية ردود الأفعال والتعليقات حول ما فعلته من ابتلاع للقرى والسيارات وكل شيء في طريقها. وهنا بعضا من تلك التعليقات، والبداية مع تعليق لناصر مصطفى. يقول ناصر مصطفى: يا رب لطفك ورحمتك، يقولون أن صوت ثوران البركان أشبه بصوت إقلاع 20 طائرة حربية سوية، الأمر مفزع ومرعب، فنعوذ بالله من غضب الله. هناك أيضا تعليق آخر من حبيب سالم، يقول: حبيب همزين بعت كل عقاراتي هناك وسياراتي الفارهة وفلوسي والفلل الحلوة بجزر لابالما، عرفت راح يصير بركان وياكل كل شيء بطريقه، سبحان الله إيش قد أفتهم آني وفطين، أقترح على الحكومة الإسبانية يستشيروني قبل لا يتخذون أي قرار. هناك أيضا تعليق آخر من عبد الله، يقول: عبد الله هذه حرارة الدنيا، فما بالك بحرارة نار جهنم، اللهم نجنا منها يا ربي. وأخرجت الأرض أثقالها، كل علامات الساعة ظهرت والإنسان في غفلة عما يدور حوله، فمتى نتوب إلى الله. تعليق آخر أيضا من حسين أو من سلوى حسين، تقول: المنظر مرعب جدا، كل دولة فيها مشاكلها الخاصة، بالعراق عندنا جرائم وقتل والحر القاتل بالصيف، وعندهم براكين مرعبة وحمم تبتلع الأخضر واليابس، فعلينا أن نكون قنوعين ونرضى بقسمتنا، واللي يشوف مصيبة غير تهون عليه مصيبته. لمن يود أن يتعرف على الطقوس الغريبة للأتراك في حفلات الحناء والزفاف، وماذا يفعله الأصدقاء والأقارب بالعروسين احتفاء بهما ومشاركة الأهل فرحتهما، خصوصا العريس،
الذي ينال حصة كبيرة من هذه الطقوس والعادات الغريبة بنية توديع أيام العزوبية على أن تكون ليلة خاصة لا تنسى. فيديو متداول وطريف لعريس تركي رصدناه لكم، فما الذي حصل معه قبل ليلة الزفاف لنشاهد. Yuhur kalan kınada olsun. Az bekleyin bakın. Şurayı bir açın. Peygamber üzerine selamlar. Peygamber üzerine selamlar. Selamlar. هذا المشهد المضحك والطريف لاقى رواجا وتفاعلا في منصات التواصل الاجتماعي، فأصدقاء العريس وضمن طقوس الزواج التركية هذه التي تعرفنا عليها الآن ولا نتمناها لأحد طبعا، أحبوا يودعوا صديقهم على طريقتهم الغريبة في الحفلات، فقاموا بالهجوم عليه بالبيض والخل والطحين والزيت والعصائر، والنتيجة كما رأيناها دقائق طويلة والشاب يتعرض للضرب المبرح بالبيض وسط تعالي ضحكات أصدقائه. فكيف علق الناشطون على الفيديو المتداول؟ لنقرأ لكم بعضا من ردود الأفعال حول طقوس الأتراك في أيام الزفاف أو قبل الزواج. سامر أحمد يقول: مبارك للعريسين أو للعريس والعروسة كمان، إذا بظل العريس أسبوع منقوع بالمنظفات والمعطرات ما بتروح منه ريحة الزنخة، عن جد حرام هذا الشيء، إصراف وتبذير عن قصد، والحمد لله طقوسنا أعقل شوي من هيك. تعليق آخر من مي، تقول مي: لو مزحوا بأي طريقة تانية غير الأكل كان أحسن، في ناس مو ملاقية تاكل، كبوا عليه مونة ثقيلة لأسبوع، وبالأخير بيطلعوا بيقولوا ما عم نشبع من الخبز، والسوريين أكلوا لقمتنا وجوعوا أولادنا، والبطر والتبذير يلي كبيتوه بالأرض شو مشانه؟ أيضا هناك تعليق آخر من أحمد الراوي يقول: يا هيك أصدقاء يا بلاش، مزح وطقوس الأتراك حلوة وغريبة بعض الشيء، مهضومين كتير، عقبالي بتزوج ويجوا أصدقائي بيعملوا معي زي هيك بالضبط، يا حالاته. أيضا تعليق آخر من ساري يقول أو سارة:
الله يثبت علينا العقل والدين حتى بالمزح ما عندن يم ارحميني. الله يعين العروس، كم علبة كلور وكولونيا بدها لتروح الزنخة من زوجها. ما ظل غير تحطوه بالفرن بيطلع جاتو ومنفوش ومقرمش. وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج متداول فيه، وهذه كانت مجمل الأحداث والقصص التي رصدناها لكم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله يوم غد بنفس الموعد، وأحداث جديدة وقصص أخرى لاقت رواجا وتفاعلا عبر منصات التواصل الاجتماعي. إذن أترككم بأمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.